السلام عليكم احلى متتبعات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. ان شاء الله اليوم غنديكم معايا في جوله في مينيسو اللي في المول الرباط سنتر، هذا المحل الياباني اللي مشهور بزاف واللي كتلقاو عنده جميع المستلزمات اللي يخصو النساء والدار والدراري الصغار. يعني انا الصراحه من المعجبات ديال مينيسو، وكنظن بان اغلبيه ديال البنات بحالي. انا جيت اليوم خصوصا باش نشوف الجديد ديالهم في السكن، حيت السكن ديالهم كيعجبوني، تيكونوا صغار وفي نفس الوقت براتيك، كينفعوا كيهزوا شحال من حاجه، وتيكون عندهم ديما الجديد، اللوينات زوينين. غادي نديكم معايا في جوله باش نشوفوا كيف ما قلت لكم شنو كاين الجديد ديال لي ساكام سيكان، وايضا الجديد على المحل كامل، يعني كاع لي زارتيكل اللي جابوا. معلومه بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوهاش، مينيسو كيجيبوا سلعه جديده كل نهار اثنين. اذا بالنسبه للمهتمات اولا اللي ما كيعرفوش هذا المحل، مازال هذه فرصه تقدروا تعرفوا عليه اترافير هاد لا فيديو اللي كنبارطاجي معكم اليوم. السكن البنات كتحتاجوا ديما ديما كنحتاجوا السكن، وكنبغيو نسقوهم مع اي لبسه كانت عندنا. هاد الموديلات بانوا ليا كانوا عندهم بالحق، هاد البيج هذا اول مره كنشوفه، صراحه عجبني بزاف. وتا هاد ستيلات السكن الكبار الثمن ديالهم ها هو ظاهر في الفيديو، يدفعوا البنات اللي كيخرجوا من الصباح من دارهم وكيحتاجوا يهزوا بشحال من حاجه. كيف ما كتشوفوا البنات، كاين بزاف ديال الموديلات ديال السكن اللي كيقدروا يجيو مع اي لبسه تحتاجوها. حتى هاد الموديل هذا عجبني بزاف، الشكل ديالو صغير وميم طون كيهز، يقدر يهز شحال من حاجه. الو غادي نخليكم في هاد الجوله هادي، غيبانوا لكم حتى الاثمنه، يعني اللي باغا تاخذ فكره على الاثمنه وتشوفوا يعني الجديد اللي عندهم. كاينين شحال من ارتيكل زعما اللي كان من شحال هادي، بحال هاد لي باغيط هادو اللي الثمن ديالهم 15 درهم، وكاين حتى هاد النوعيه اللي كتاخذوا جوج ديال البواطات بثمن واحد، يعني 29 درهم جوج ديال البكيات. هاد لي اكسسوار ديال البنيتات اولا ديال زعما ديال اللي كيحتاجوا البنيتات على العموم، يعني كيتنفعوا وديما كنحتاجوهم وكنبغيو نسقوهم مع اللبسات ديال البنيتات. الوغ البنات مينيسو كيجيبوا حتى لي بورتفوي، راه ديما عندهم الجديد في البساطم. مثلا هاد النوع هذا اول مره انا كنشوفه، صراحه موديلات زوينين، خصوصا هاد البزطمات الصغار ما كنلقاوهمش بزاف، حيت اغلبيه ولينا كنهزو دابا لي ساكام لي صغار، وما كنحتاجو بسطام يكون صغير باش يتخشى لينا مع التليفون. اكيد البنات غادي تعجبكم حتى هاد لابارتي ديال الميكوب وديال مستلزمات المكياج اللي عندهم، حتى هي فيها انواع كثيره وجميع الماتيريال او جميع الادوات اللي كتحتاجوا في الميكوب او بالنسبه للمانيكور البيديكور، هذوك لي ديبونج ديال الميكوب اوسي، لي ماسك ديال مينيسو اللي مشهورين. مهم البنات انا نخليكم في هاد الجوله فرجه ممتعه، وما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في التعليق كيف ما كنطلب منكم في العاده، الاراء ديالكم كتهمني. واذا كنتي اول مره كتشوفي الفيديو وكتشوفي القناه مرحبا بك. هادو هما لي ماسك ديال مينيسو اللي ديجا جربتهم وزوينين بصراحه، وكاين حتى هاد لي بغوس ديال نيتواياج ديال الفيزاج اللي كينظفوا لابو ديال الوجه بعمق، حتى هما راه كاين فيهم لي الكتريك وكاين فيهم لي مانويل اللي كيتستعملوا بلا حجره بلا دون، بحال هادو اللي كتشوفوا معايا دابا. اما هادو راهم فرفارات، يعني بالنسبه للاخوات اللي كيجيهم الصهد، يا اما في البيرو ديالهم يا اما فاش كيكونوا جالسين في الدار. وهادو البنات اللي متبعين الدراما الكوريه ومسلسلات الكوريه راه يكونوا كيشوفوا هاد الفرفارات، وحتى هاد لي بوند اللي كيداروا على الشعر اللي كيجمعوا يعني الشعر على الوجه، خصوصا هادو اللي كتشوفوا معايا دابا اللي فيهم بحال شي عود من الداخل، بغيت نقول بحال شي سلك من الداخل، كيتادابطاو على الشعر. يعني هادو كاينين بزاف، كيبانوا هاد الايام بزاف في المسلسلات الكوريه واليابانيه. الجديد اللي كاين عند مينيسو لاول مره كنشوفوه، ما عرفتش واش انا شحال هادي ما جيت ولا هما ديجا داروه، هو لا لينجري، يعني الملابس الداخليه للنساء. صراحه اول مره كنشوفهم، كاينين حتى تقشرات
تاع لي كالسون بالنسبه للرجال وحتى بالنسبه للدراري الصغار. يعني هاد لو غيون هذا جاني عندهم جديد واول مره كنكتشفوه، انتما كتكتشفوه معايا. الحوايج اللي مشهوره عندهم ايضا هما هاد لي كيت دو فواياج، هاد القريعات الصغار اللي تقدروا تهزوا فيهم كميه قليله من الشامبوان ديالكم او الجيل دوش او حتى ليكرون اللي تحتاجوه يعني في المده القصيره ديال السفر ديالكم. من الحوايج اللي كيعجبوني ايضا هما المنظمات اللي تشهروا بهم من نسو اللي خرجوهم من الاوائل ديال الماركات واللي عندهم عدد كبير من المنظمات اللي قدروا يدفعوكم وقدروا يعجبوا بزاف ديال البنات. بحال هاد الشكل ديال المنظمات راه حنا ديجا شايفينه، يعني كاين في بلايص اخرين بحال بيم بحال مرجان، ما كاينش غير هنايا. بالحق كاينين شي حويجات يعني كيكونوا عندهم هما خاصين. حاجه اخرى من الجديد ديال مينيسو في هاد الشهر وهو هاد الالات ديال الرياضه او مستلزمات الرياضه، حتى هي حاجه جديده وبغيت نتقاسمها معكم. الثمن ديالهم 129 درهم ولا بالنسبه للبالونات 109 درهم. البالونات كيصلحوا بزاف ماشي غير للرياضه، يقدروا يصلحوا حتى للنساء الحوامل اللي كيخدموا بهم اليوغا بوندون لا غروسيس. كانت هذه هي الجولة ديال اليوم في المحل مينيسو، نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في هذه الجولة وخديتوا فكرة ومعلومات. نخليكم مع تتمة الفيديو مع النافورة الناقصة من المول الرباط سنتر، ونخليكم على خير ونتلقاكم في فيديو جاي ان شاء الله مع افكار جديدة. بسلام عليكم.